ما علينا. هلا والله، مقطع جديد، واليوم راح نرجع نلعب سلسلة تحدي العجلة اللي لي ساحب عليها تقريبا 3 شهور. والسؤال الأول اللي يجي، ليش أنا سحبت على سلسلة تحدي العجلة؟ أنا حرفيا ما سحبت عليها ترى، ولكن بسبب سلسلة من رانك 20 إلى رانك 1 هي ترى أخذت الوقت وأخذت التنزيل، فما قدرت إني أركز بين أنزل تحدي عجلة ونجرب بيلد وأمشي مع ذي الأمور. وبنفس الوقت أغلبكم كان يطلب فترتها يومك معي، فلو تلاحظون بالفترة ذي كنت انزل يومك معي وسلسلة من رانك 20 الى رانك 1 بدون بيركات وادونات. لكن حاليا سلسلة من رانك 20 الى رانك 1 خلاص خلصناها من زمان، فرجعنا الوضع الطبيعي، تحدي عجلة وبعدها نجرب بيلد، وبعدها راح يكون تحديات مريضة، وبعدها راح يكون يومك معي. نكمل السلاسل ذي اكيد ما راح نسحب عليها. وقبل يبدا المقطع اتمنى تكون حاط لايك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. يا اخي تكفى عاد يا اخي، متى يشيلون ذا الانترو يا اخي؟ يضل يهزز براسه كذا بالقائمه الرئيسيه قدامي. المهم ليتس جو للجيم. عاد تكفى تحطون ماب، يعني ترى تحدي عجل الوضع ما وما ابغى اوبجيكتيف يجيني بعد والله، اني لانه اخر فتره ترى قاعد العب جيم اي وجيم لا يجيني اوبجيكتيف، فصراحه ما ودي يجيني اوبجيكتيف بالذات تحدي العجله، لانه التحدي اللي طلع لي زي ما شايفين قدامكم حاليا اللي هو هيل بيلي. وطبعا المشكله في السلسله ذي حاليا راح اتعذب في التحدي ذا غالبا، لانه اصلا اغلب التحديات من قبل 3 شهور يعني. فالتحدي اللي طلع بيلي، وبيلي جا نيرف، فخوينا زي ما شفته في الرساله حقته كان طالب اني العب في بيرك واحد، وانا اخترت بوب غاز صراحه، والادونات اللي ابغاها انا شخصيا صراحه ما اعرف ايش احط ادونات مع بف بيلي، مع نيرف بيلي جديد، وليس البف، البف تقويه، اما النيرف هو تضعيف. مع النيرف الريورك اللي صار له، انه مو بس صار له نيرف، صار له ريورك اللي هو تعديل على خاصياته، ف حطيت دي الادونات صراحه، ادون يقلل الحراره وادون السرعه، ايش اسوي اكثر من كذا؟ وطبعا يبغاني العب عصا في الضربه الاولى ومنشار في الضربه الثانيه، ولكن هو ما حدد اذا البلت بكسره بالمنشار ولا لا، فهذا شيء كويس. انت بس تركض ها؟ بس تركض. ايش تبغى يسوي يعني؟ يعني تبغى زيتونه توقف يعني؟ مفهمنا يعني. كويس انك قطيته والله. صار الله تقول. يا اخي الصوت عجيب. طبعا خوينا يطلب مني اني اقتل الاربعه. يا علينا والله المنشار صاير ما يدز بسرعه يعني. تبغى تسوي دريفت ها؟ اطلب اجاك بس. والله هو مكمل على البلد افضل لي. اوكي. سلام عليهم. هذه الضربة الأولى عصا. تعال تعال. خويك هنا كسر البلتات يا خوي. خويك هنا شكرا لك. خويك كسر البلتات صراحة، فأنا أشكره من كل قلبي على يعني على الشغل الطيب. ولازم أقتل الأربعة. دقيقة، كان كاتب التحدي بدون تنل وكامبر؟ لا مو كاتب، كويس. طبعا انا ما اكمبر، لكن ممكن انتنل على الخفيف، على الخفيف. ممكن ما تنل ترى، التنل انه اول ما ينزل الهوك ترجع تلحقه، فممكن ما اسوي ذا الشيء، انا ممكن اظل الحق على اللي قدامي واسحب على اللي تسيب من الهوك. على خيرك، متى عالجوك عشان تصلح جيتر؟ ما بداك حتى تطقع. والله العظيم وانت بكرامه ما بداك حتى تطقع في الجيم جيتر لا تشتغل. ما يبغى كذا المطور؟ ما يبغى كذا؟ هو علمني، هو يبغى كذا ولا ما يبغى كذا؟ ارجع انقز. ما يبغى كذا هو؟ ما يبغى كذا؟ هو كذا يبغى. هو كذا يبغى هو. دق ذا هاردك اخلص. اوه. ترى حلبت ام السالفة يا رجال، تعال. ويبغى كذا المطور.
مين يبغى كذا؟ مين يبغى كذا؟ اصلا عادي، اصلا عادي، خليني اذبح ذي زيتونه وانا ما ابغى شيء ثاني. خلاص ما تسكرت. وش هي؟ عصير؟ ترى على فكره راح ينقز. شوف شوف، عارف راح يدق دهارد الحين، ما عندك دهارد. قاعد تسوي 360 اذكر الله. افتح افتح البوابه، افتح البوابه، اي افتح البوابه نسوي فيها ذي من وجهك. طبقني عند البوابه الحين. ها ما ودي اروح على البوابه، بيتبتون. شكرا شكرا بيهيفير، اشكركم صراحه. روح على الجيم اللي بعده ونرجع نعيد نفس التحدي. يا ليتس جو. هز هزي هزي، مستانس انت الحين؟ مستانس. وسبحان الله انا ما يجوني صقور الارض الا في التحديات، في التحديات يطلعون ما شاء الله ناس اساطير. ما ادري ايش السبب، ما ادري ليش. انتم وينكم يوم العب جيم عادي؟ ليش ما اشوفكم؟ استغفر الله واتوب اليه. ليتس جو ندور بعض من الطعام. انا لازم ذا الجيم ما اتنرفز عشان ها عشان اقدر امسك الجيم. وضدنا اوبجكتيف، لازم اذا ما جاء ضدك اوبجكتيف يعني ما يطلع الوضع حلو يعني. لازم يعني نيرف بيلي الجديد لازم كذا الليجسي يوريك انه هو الاسطوره، هو الاسطوره الذي لا يرى. طب جاك، بس المشكله عندي تحدي، المشكله لازم اضربك الضربه الاولى كذا والضربه الثانيه من شر. ليش حاطين؟ ما ادري هل هو الدريفت صاير غبي ولا. ترى يمديني اطيح، شوفوا شوفوا، ترى يمديني اضرب اطيحهم. شو اسوي؟ ما اقدر، مجبور انا اني العب كذا. شوفوا اقدر اطيحه، اقدر اطيحه بس ما اقدر اسوي شيء. كنت خليت بيلي يحضنه حتى بعد، بس الشكوى لله. مسوي فيها ذيب الحين الاوبجيكتيف. يا الدنيا يا شيخ، شوف 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 شوف، والله اني اقدر اطيحه، والله العظيم، والله يا جماعة خير اني اقدر اطيحه ايزي بعد. بس هذا الشك والله. صلح صلح. طيح طيح طيح. والله العظيم الشك والله. الشك والله انه يحسب نفسه انه قاعد يلوف فيني وانا كان يبيني اطيحه من البداية. الله يلعن ام المسخرة. ما اقول غير الله يلعن ام المسخرة. ما اقول غير الله يلعن ام المسخرة. بلي نيرف بلي نيرف بلي نيرف. بلي نيرف. ترى انا مسكت معي بسوي التحدي ذا كذا، مسكت عناد الحين بسوي ذا التحدي. التحدي انا عارف الرجال تحداني على ايام بلي اول، لكن بغير بعض الادنات، بشيل ادنى السرعه الخايس اللي يخلي المنشار سنه لين يشحن، لانه خلاص مع بيلي الجديد احس ما عاد احس بفرق بالسرعه. ما ادري ما 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 ادري ما علينا. ليش اشوف التحدي صاير صعب بزياده عن اللزوم؟ نعقوله بسبه النيرف حق بيلي؟ والله ما ادري. ليه ما طيحت البلد؟ يعني كلكم تحبون الطمع كذا؟ ابغاه يكون يقطع الزاويه. ما يمديني حتى اوصل له ترى. ارجع انقز.
يا الله كانت تجربة ممتازة والله. It was at this moment he knew. Are you sure about that? هذا كيف قاعد يلعب؟ ماني فاهم قاعد يقف قاعد. ما ينظر وراه. الو يعني انا اقدر ارفع منشار وازحك كذا. اوه تنكز داخل شو اسمه على اساس انك يعني بتروح. شكرا لك يا شيخ. ترى لفيت راسي يا اخي لفيت راسي كذا. ماي جاد. الشايب ذا رايق. والله خلاص. هنا في واحد. ولا في واحد ثاني. انا هذه ضربتها بعد شوي كانت فل مو فل انا مالي دخل انا ضربتها ضربه معطيك الزبده يعني انا ابغاك انت اصلا اما انت يا ابو السبرنت ما عندك مشكله المشكله مع بورو تايم ذا خليني اجلها شوي اجلها شوي اجلها شوي اجلها شوي اجلها شوي أجلها شوي أجلها شوي أجلها شوي إلين ذا الوقت إلين خلاص إلين الحين هو راح يطيح مرة ثانية أول ضربة كانت عصا والثانية منشار صح؟ فهذه تعتبر أول ضربة لي نعم الحق حق يا جماعة الربع نخليه بعد زيادة شوي ونروح نطيح ذاك اللي راحوا يساعدونه موضوع سهل وطيب أوكي الشايب ما ضربته أساسا صح؟ أدخله سلق لانه ضربته بالمنشار ضربه واحده فما يعتبر لازم ما اشيله لاني خربطت في التحدي فاذا بصحح التحدي على نفسي اسوي ذي الحركه افضل وانا كذا ولا كذا اكون جبرتهم كلهم انهم يسدحون هذه قبل شوي ضربناها انا قلت لكم اياها من قبل شوي قلت لكم عالجت نفسها ما عالجت انا مالي دخل في الموضوع ده ترى هو لف عليها يسار والله الام اسيست غبي ما ادري كيف يعني لف عليها صح ولا جابها والله انا ما ادري وش اسوي صراحه يعني والله كذا لازم النظام صراحة ما اسوي كذا ما افوز والله ما افوز ايش هذا يا شيخ بعدين الرجال جزاك ربي الخير ارفع لك القبعة وبوسة هذه لك يا شيخ يا صاحب التحدي بعد انك ما قلت لي لا تكمل وتكمل قلت لي سوي اللي تبغاه بس اهم شيء الضربة الأولى عصا والثانية منشار هذه رقعناها عصا والحين منشار أمور طيبة هذاك مات هي كفو عليك يا شيخ وانا قاعد الوب مع ذي ساعة عشان اجيبها بس من انشار ولا كان يديها انزحها من زمان بالعصا العصا اني ما انعصا يا اخي المشكلة تحس نفسك الزابة يوم تلعب ذا التحدي ما ادري ليش تحس نفسك انه السرفايفل اللي ضدك ما يعرفوا يلعبون واجد بس انت كذا تحس نفسك انك مجبور تلعب ذا اللعبة الخايس عشان تسوي التحدي واذا ما سويت كذا راح تجيبهم ولكن ايش فايدة لانك انت كذا خسرت في التحدي يعني شوف ذا شوف ذا شوف يعني يمديني اضربه بس عاد الشكوى لله مجبور 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 يلعن بليس يا شيخ يلعن بليس يلعن بليس يا شيخ والله مقهور مره مقهور مقهور مره يوم ضيعت المنشار قبل شوي اقسم بالله العظيم مقهور صباح الخير والله العظيم كان اول ينضرب فيه الضربه والله والله ما ادري يا اخي ايش مسوي في البنك هل من نتي ولا البنك صاير فيه شيء ما ادري ايش صاير الله انك حيوان يا ربي كان ودي اتنل فيك بس يا ولد قلت مشوار سحبت عليها نجي على ذا بس هذاك كيف مختفي قبل شوي ما ادري
ما ادري ايش صاير في بلي. لا اي هذا ضربته قبل شويه يا جماعه الخير ولا ما ضربته؟ اوكي المشكلة حسيت ذا يعرفني قاعد اسوي التحدي والله. انا هذا ماني فاهم كيف بيختفي كذا. صابر الله ما ادري اني انا الحين اضحك. والله ما ادري صراحه والله ما ادري روح جيت انا ذاك ابلع ضربه طبعا ما نت بوكسنا اللي مسست حقكم الخايس وش الدنقلي يا عمي وش الدنقلي يا عمي المشكلة الضربة الثانية بالمنشار صايرة تعقدني هنا كانت زيتونة قبل شوي شايفها اوه المشكلة ما يمديني العب منشار صح غلط اني العب منشار ما ينفع العب منشار في المرة الأولى هاي زيتونة خبيثة قاعد تصلح الجنتر اللي وراه عرفها الله انك حيوان لانك حيوان لا لنني حيوان طبت خلاص راحت علي لو ما لفت يسار حشرت نفسها اوكي بيساعدها المسك درون ليه لانه معاه بورو تايم لانه خنزير تمام بلحقها عشان البورو تايم حقها انا يمديني حاليا اضربها الضربه الاولى بالعصا بلحقها هنا كان يشوف جيك جيكو يا جيكو بلحقها بضربها ضربه عشان يفعل البورو تايم واذا ما تفعل البورو تايم بشيلها حتى وتعطيني ديسايسف تعالي في انا حركه تصير دائما معي يا رب تضبط بما انه انا مبقبق ف لما تظبط معنا خلاص خلينا نرجع على الشايب ضربته من شار بعدين ضربته عجرة بعدين ضربته من شار فالحين نرجع للتصفية الأولى اللي هي ضربة العجرة قلت والله ماني جايك ديد هاردك رجع معقولة انا ديد هاردك تعال بسوي اني نفسي اني بشيله عشان يجي يفلش شيخ ازمير تعال يلا ابن امك تفلش يلا بشيله قدامك تعال ليه ما جيت فلشت؟ ليه ما جيت فلشت؟ ها؟ ليه ما جيت فلشت؟ ترى نظام السرفايفل الوسخ في حال واحد منهم سوى دي سي عشان يطلع خويه ترى انا شو اسمه؟ ما راح احسبها لي يعني ما راح شو اسمه ما راح اعيد التحدي والله العظيم لا انا الحين بطيح باب اسوي له سلق ما راح اعلقه لانه بيموت لكن بقول لكم اياها من الان في حال الرجال الاجودي سوى دي سي وخلى خويه يطلع انا ما راح اكمل والله ما اكمل لا لا لا
انا ما ابغى اضرب ولا منشار. هو عارف يلعن ام المسخرة، وعارف ذا الشيء وقاصد هو يسوي ذا الشيء. يا في سيرفايفل كانسر، اقسم برب العباد. والله يا في سيرفايفل كانسر، قسم بيات الله. وعارف كذا اساسا من البداية، عارف الاساس انه عارف انه انا بسوي كذا. تعال وربي ما تطلع يا شيخ، وربي ما تطلع. تعال والله ارتفع ضغطي، لا تلموني. ترى هو عارف اني انا ما ابغى اضربه الا بالمنشار، فقاصد انه لو بيروح على مناطق ما اقدر اجيبه فيها. لو اني ايش، ما اقدر اجيبه. هو عارف ذا الشيء، مستقصد ذا الشيء، فيقعد يحلب ام البلد مسوي فيها الاسطوره. سيقهر، لا تلموني. ترى جربوا العبوا ذا التحدي وخلي سرفايفل يلقطكم انكم قاعد تضربون الضربه الاولى منشار، الضربه الاولى عجر والثانيه منشار. شوفوا ايش راح يسوي، راح يروح على مناطق ما تجيبه بالمنشار لو ايش ما صار. والله معليش، انا يمكن جبت العيد في التحدي في اللحظه الاخيره على زيتونه، ولا ولله الحمد التحدي كامل من البدايه لين النهايه ما اخطات فيه شيء ابدا. حتى الشايب اللي طيحته في البيسمنت بالمنشار ضربه واحده ترى ما شلته وعلقته عشان ما تنحسب علي يعني اني اخطات، فتركته لين يساعدونه. لكن زيتونه في النهايه فعلا ضربتها منشار مره واحده وعلقتها، لانه التحدي جدا ينرفز انك تلعب في بيت واحد ومحرق الجنريترات، وواحد يلقط خطتك انك انت مستقصد تسوي ذا الشيء زي ما صار مع الجيم اللي راح مع الاوبجكتيف. ماي جاد، بس اهم شيء خلصت ام التحدي انا معهم. دود بيرسون از كيلر تو بيب. والله صادني ذا جيك، قسم بالله العظيم صادني صيده مو طبيعيه. والله العظيم هني صراحه صادها صيده صح. طبعا كالعاده جلتش ام الخايس ما يبين البركات. حالات التحدي ذا انه يخليك تعصب، هذا التحدي اذا انت انسان كذا تبغى تعصب العب ذا التحدي، صدقني راح تستمتع بالعصبيه، راح تتنرفز صح، وبالاخص اذا جوك سرفايفل لقطه والحركه حقتك انك راح تضرب ضربه عصب والضربه ثانيه منشار، اوه راح تستمتع هنا الف، راح يخلونك تستمتع في الجيم بكل ما تريها الكلمه من معنى. وراح تتنرفز من شيء واحد، تدري وش هو؟ اللي الشخص هذا يبديك تضربه بالعجرة، يبديك تضربه وتطيره، يبديك تتله، بس ما تقدر تسوي ذا الشيء، لازم بالشهر. ماي جاد، الله يعين صراحة. لكن صدق اللي يبغى يسوي ذا التحدي انصحه لا يحط ادنات سرعة. ادنات سرعة راح تبطئ رفعتك بالمنشار، وهذا الشيء راح يغثك مرة. انا في الايام الاولى كنت حاطة السبيد، ما فادتني بشيء، ما تنفع السبيد. شيل السبيد وخلك بدون ادنات سرعة عشان منشارك يشحن بشكل اسرع، والله العظيم. وحتى ما راح يفيدك ذاك الفائده الاسطوريه، ولكن على الاقل افضل، على الاقل تتنفس شوي. ها ممكن 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 ها اها يعني على قولتهم. على هذه نهايه المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا في المقطع، لا تنسوني من لايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. كان ودي اسوي تحدي ثاني زي العاده، ولكن التحدي ذا اخذ كل وقتي ولازم امنتج لكم وانزلكم يا الساعه 1 الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.